انا عارف ليش كده مصفيه فيه نهار الموضه يا صفيه شو ها كتجي من هنا عريضه ياك وكتجي من هنايا سامبل نو سامبل سوا سامبل كسبانك ضعيفه ضعيفه والله ضعيفه العظيم كميتو شحال البنات 3 متر 60 شحال زاد ليك ديتي متر البنات هادي راه ديال التلميذه ياك باقي فيه مزيان صحه وراحه صحتك يلا البنات غنفصلوا ان شاء الله هذا الموديل ياك هذا الموديل هذا انت كتحكمي فيه واش بيتيه للزنقه ولا بيتيه للصخره ولا بيتيه للصواري الا كنتي بغيتي للسهره الا كنتي بيتيه للسهره ياك راه كت زعما شي مناسبات راه كيجي راقي واعر اش كديري هذا الثوب هذا كديري شي ثوب زوين مثلا المبره ولا شي ثوب زوين وهنا كديري مثلا الموزون ولا كديري ها شي حاجه فيه المهم شي العيبه شي العيبه زوينه وإلا كنتي بغيتي بحال هكا الاخر راه كتهير هذا ماشي للجامع الله يرحم ليكم الوالدين النمر ما دخلوه للجامع يلا بسم الله على بركه الله هاد العبه يا عطواتي صحتي يلا البنات عندي هنايا يعني في العادي الثوب اشنو هي الموديل هي هي 60 سنتيم وهذا ضروري 3 متر واخا انا غتكفصني ولكن ما عندي ما ندير غادي نحاول معاها في الطبله هادي كنشد 3 متر شوف البنات ها 3 متر ياك كنشدها وكنتنيها بحال هكذا كنتني طول على شحال على زوج اريديا كنتني الطول على زوج البلاصه المحل مسدوده كتبقى لتحت والبلاصه المحلوله غتبقى عندي الفوق وغادي نخدمها البنات هكذا هذا راه خاصك تفصلي فوق شي حيط ولا تفصلي فوق من شي المهم انا غادي كيزلق انا نحاول نخدم غادي نتقاتل معاه حتى نخدمو صافي المهم غادي بحال قلتي غادي نخدمو بحاجه بحاجه غادي كرفصنا لا 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 انوال غنحطو هذا هو الاول نتوما البنات فصلوه في الارض نتوما فصلوه في الارض دير عليه صافي نتوما فصلوه في الارض ما كانتنيش على اربعه كانتني على شحال على جوج حيدي ديك الكردايه حتى حتى نقاد الثوب هاد الكرده بشحال ما سميتهاش كيقولها شي ضما كرده والحجر ديال اللي ما كانا قدي هاكا لا قدو ليا الفوق صافي شتي الثوب الا كان مراجل راه كيكرفص كاين هاد الحجره اه هي نسيت وعينك فيا صافي البنات يلا بسم الله غنبداو غادي نجي لهنا وغادي نعبر غنعبر 45 صافي البنات عبروا نفس العبار هادي راه كتلب ستوندار هادي كتلب ستوندار صافي غادي نعبر 45 غنعبر 45 ها هي غنعاود نجي غنعاود نعبر 45 وكتفصل المحلوله صافي البنات جيبوا الطبله ديك الطبله حتى هي حتى هي غير في الارض نحطو في الارض ولكن راه ما لا ما نجيبو لك طبله اخرى ديك الطبله اخرى جيبو فعلا انت غير تو هذه هي اللي فين لا ولكن راه ما يكونش نفس العلوم صافي اجي علاش نديرو لك قادو لك ثلاثه طبلات تما وتحطي عليهم دوك الطواري يلا يلا البنات سكات ركزوا معايا بسم الله على بركه الله اش درنا طوينا ثوبنا طوينا ثوبنا على شحال على زوج يعني ولات عندي هنا الطول شحال متر ونص داك النهار واحد التلميذه ياك جابت لي جوج ونص وقالت لي فصلي ليا راه ما بقاتش في جوج ونص في العرض العرض راه فيه متر ونص ها فين خصها تكون عندي متر ونص يعني هنا خصها تكون ثلاثة هاد الموديل هذا كيهز ليا الطول ديال الكليانه مضروب في جوج صافي الطول ديال الكليانه مضروب في جوج نورمالمون انا البلاصه المسدوده كنخليها لتحت باش الا كنت بنفصل فيها شي حاجه ياك وكنبدا من المحلول هنا المحلول عندي شويه داير مراجل وهما غنبدا من هنايا يلا بسم الله من غنبدا هنا ولا هنا يلا يلا غنبدا من هنايا قومي يا حبيبتي غادي نجي لهنايا وغادي نعبر 45 صافي وغنعاود نعبر 45 اخرى غتكرفصني هاد الطبله هاد 45 هي اللي غنتراسي هاد 45 غادي نديرها من الفوق حتى لتحت هادي
وحده فيكم بدات تهز الحجره بسم مامورات الحجره متكلفه بالحجر لا تحول انتي صافي من المصور مامورات الحجره هادي شوفي المسطره هادي خصها تراسه ياك هاد الخط هذا خصو يتراسه خصو يتراسه مزيان وجاني خص من جانبين الطبالي والله العظيم الا عبرتي عليهم واضح هكذاك غادي نجي لهنا وغنعبر الطول ديالها شحال عندك في الطولة الشعيبية فينا هي 147 147 طولها كمل هذا كمل 147 صافي غنخليه كمل يلا يلا الطبلة هادي نشربوها هادي شوية غادي نحاول انني نقدم هذا هي فراسك البنات اللي بغات اللي بغات دير الطبله ديال الفصاله ديرها عاليه تكون هنا عرفتي هادي دابا هاد الهبطه اللي هبط كنحس بزز من ظهري تقسم ليا ها كتحمل اي بزاف كتهضري واخا تهضري انت انت كما خصك تهضري انت اللي تشاهدي لا صافي عبرت 45 الاولى اللي تراسيت صافي غادي نجي دابا لهنايا انا هاد البلاصه هادي هي اللي بغيتها كسوه عاديه وهذيك البلاصه هي فاش غادي ندير كومينو ياك هي فاش غندير كومينو يلا غادي ندخل ب 8 وغنعاود نجي لهنا وغندخل ب 8 كيبان مزيان مزيان يلا غادي نجي لهنا غنهبط بجوج وغادي نقاد التقويره ديالي واضح شحال عندها في الكتاف 39 يعني 19 شونس عندي لها 20 يلا غادي نجي وغنحط ليها نصف كتافها ها 20 وغادي نهبط بثلاثة سنتيم وغنطيح الكتف مزيان غنعاود نجي لهنا كنبدا من نفس من المنتصف غنعاود نجي وغادي نحط 20 وغادي نهبط بثلاثة سنتيم وغنطيح الكتف الحديد الان واضح ياك هذا غادي نخدمو كامل هذا غنخدمو كامل صافي اللي ما فيهش الثوب اللي فيه الثوب راه غندير فيه البلاصه العريضه شحال عندك في ارتفاع الامام 39 البنات الجداد راه ديما كنخدمو بالكورساج علاش كنقول لكم شدوا الكورساج كنهبط ب 39 غنحط عليها دوره الصدر شحال عندك 100 100 سمع على جوج 29 غنخدم لها ب 28 هادي عبايه ياك 28 غنديرو 28 صافي 28 28 نهزها ونعاود نحطها العبايه كي كتبي تكون البنات ماشي الكليانه ضعيفه وانت دايره ليها كتبان بحال ديك الجوا ديال العصا الشطابه سمعتوا الكليانه الا كانت ضعيفه ما خصش العبايه تكون مزيره عليها الكسيوه مزاليه خصها تكون شي حاجه اللي تكون لارج تكون عريضه عليها ماشي في العبايه في اي موديل فين تكون عندكم الكليانه شويه ضعيفه حاولوا ديروا ليها شي حاجه زوينه غادي نهبط لعند هادي شحال عندها في الكتاف عندها 19 زائد 2 21 وغندير ليها 21 ديالها ندير لها تركيز هادي ما كندخلش بجوج نهائيا غنهبط 15 شحال عندك في الحوض 113 قسموها سخين هنا 113 ديك 27 113 27 56 ونص 57 هي على الماتيماتيك يا ناري على 27 29 ما زدتش جوج عباره 117 عطاني 29 غنخدم ليها ب 30 صافي البنات وغتحاولي غتمشي بواحد الطريقه زوينه لعند الحوض السنتراج ما كاينش ممنوع واش غندير غنهبط من عند الحوض لعند 45 شدينا كوك دابا الثوب واضح ياك البنات مزيان غادي نجي لهنا وغنطلع ب 6 سنتيم ولا 5 ولا المهم شي بركه وغادي نقسم على جوج وغنطلع
كاين شي وحدين كيديروا لي هذا، هذا راه غلط، هذا راه غلط. كنطلع من المنتصف هذا دابا قديته مزيان صافي، النص ديال الكسوه النص العبايه باين. دابا كنجي لهذيك نطلع فوق الطبله. واش عيبيه نقول نشرا شويه من هنا؟ لا لا اقعدي، ما تنسي ما تنزلي ما تخفي ما والو. صبر صبر صبر، غادي غادي نجي لهنايا. شوف هاد البنات انضب. شحال عندك في كمك؟ شحال في كمك انت؟ خاصني شي حاجه هنا. شارج حسي سيري ليه، عطوني شي طبله زيدوها لي هنا. سيري ليه سيري ليه. بنات يلا 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 كنحاول. شوف البنات هذا الموديل هذا كيبغي المسطرات، كيبغي المسطرات، كيبغي المسطرات، كيبغي لي سباس يعني الارض، غتخدموا في الارض صافي. هي بحال الشكل ديال كومينو. حنا هنا راه حلو كرفساتنا، اشنو غنديروا؟ غادي نجي شوف البنات غنجي النقطه ديال الكتف صافي، النقطه ديال الكتف. شحال عندك في كمك؟ 63. غادي نجي وغادي نعبر ليها 63 ديالها. 63 فينا هي؟ انا عندي 63 وانت هي ديك الساعه. هو صراحه شوفي ما تجمعيش لكم، خليه عريض صافي. تبعيني انا ما ديرش بحال كي دارت السيده الفريق. 63 غنزيد لها هي 65. العبايه العبايه هذا خصو يكون لصق وهذا خصو يكون عبايه باش تبان شي حاجه زوينه ستيليه. عبرت ليها من الكتف، من الكتف عبرت ليها الطول ديالكم، ما بزت ليه بزت ليه شي بركه تقريبا شي 2 سنتيم. وغنجي لهنا وانا كنتحكم اشنو بغيت، واش بغيتكم عريض شويه ولا على حساب القياس. انا عندي لها شي حاجه راه تعجبني انا، عندي ليها ندير ليها 22 23 يلا ها 23 لا قبل غادي ننزل 5 سنتيم صافي. طيحت الكتف ب 5 سنتيم. شوفي فاش غنديها نجيو فيها عمي شدينا ما تحركوش طبلا البنات. شدينا غنديها لعند لعند الكتف، لعند العنق ماشي الكتف، ها الكتف غنديها لعند العنق. طلعي فوق داك صافي جبتها لعند هذا مزيان يلا. وغادي نهبط داكشي اللي انا باغا، غندير لها 24 غادي مزيان 24 غادي نسطرها. حيت اصلا هذا الموديل هذا كيداير عبايه من بلاصه يعني عبايه خاصها تكون عريضه وبلاصه اخرى كتكون دايره. بغيتي تجمعي الا انت قيستي وبغيتي تجمعي ديري بليات بحال كي دارت، كي دارت اسمها فين هي اخرى مشات هي راه دارت بليات، دارت بحال هكا ودارت بليات واضح صافي. وغادي نمشي مباشره من هاد النقطه هادي حتى سمعك هنا، من هاد النقطه غنمشي لعند لعند هاد العبار هذا بالمسطره. ماشي تبقاي تراسي بيديك وتقوسي لا، علاش؟ باش كيعطيك حاجه وحده تقدري ديريها هو انه تقوري هاد البلايص هادي. واضح شتو البنات؟ ما واعراش كتبغي شويه ديال العقل وكتبغي الطبله، هي كتبغي الطبله. نعم اه غنطلع. لا لا غنطلع خيتي، غنجي لهنا وغادي نطلع ب 5 سنتيم ولا 6 وغندير ليها وغنديها لعند النص وغندير ليها بحال هكذا. مزيان واضح واضح ما كرهتكمش كلكم تنمروا كلكم تفصلوا هذا الموديل هذا صراحه زوين زوين. عرفتي البنات هادي واعره للمناسبات، هادي واعره للمناسبات. واش ديك التقويره هادي هي التقويره مازال ديال مازال شكون هاد التقويره هادي مازال؟ لا هادي كدا فاش غادي لونافر راه تجي فاش مازال مازال وصلاتهم حتى نحيد نحيد واحد نحيد الثاني فهمتي؟ ماشي لا ماشي راه عندي التقتاعير تحت اي في الفوقاني ماشي في الثاني صافي. يلا بسم الله غنقطع صافي البنات. يا هادشي اللي درنا في الدرس على بركه الله. يا نهار انتو بغا ليا يوميا ما ننسى شي حاجه تفرضوا فيه الا خسر. عطوكو في الصناف فوق هذيك الرخامه غنحطها بعينو للدروج حنا نجرو ويجر حيت التوبه صار وزار وزار صعيب في الخدمه صراحه. ما سولنا السيده قالت لك دارتو فوق البونج ياك زاد جوج بونجات هي دار زاد جوج بونجات باش تصلاتو هاكا مزيان. هادشي اللي كيبقى لك هنا هو باش كتسلي واحد لكم ياك ها هنا ماشي هنا تتيح هاد الكتف هذا ما كيكون مسدود كيجي طايح الكتف
بدا كيبان ياك. عندكم قطعوا لي الوسط او الشعيبيات راكم عرفتكم صقايعات. اه لا دابا يتعم ما عندك بلاش حافظ بقينا نفس الدرس. هادي شويه معوجه ليا ديال الظهر تصياتك مع الطبله هادي سندو ياك باش نقطع نبدا من هنا حبسي. غتجيكم واحد الجهه هنايا محلوله البنات شوفوا البلا بحال هكا باش ما تضيعوا حتى سنتيم. اسمع راك البنت صنتك شي طايمه تفكرتها هذا ما ياكل والو ياك ها العبايه ديالنا شتوها اشنو غنديروا دابا غادي نحيدوا التحتاني ها غنحيدوا التحتاني ونخلوا الفوقاني هزي نحيد واحد هذا الظهر الظهر انا ما عيش ديالو الظهر انا ما عندي فيه حتى حاجه ما عندي فيه لا زباق لا والو صافي وغادي نحطو به مزيان نجي للامام شوف البنات غادي نقطعو بحال هكا محلول غنجي للامام وغنشوف شحال يدخلها راسها عندي لها 10 وغادي نكورها بحال هكا صافي مزيان وغادي نجي لهنا بالتركيز ديال الامام. البنات عند الكسوة ماشي عند العباية عند الكسوة نص الكسوة كنقسم على جوج وغندخل بواحد وغادي نحفر غندير التقويرة ديالي وغادي نقطع كنقطع هو الاول قبل من وانا في الثوب الكحل ماشي حتى الاخر باش الاخر غير يتحط ما كانمش هنا ما كانمش هنا غنجي للاخر حتى هو غادي نقطعو باش راه كيدار في الامام مزيان هكذا ايوا دابا نجو للسبع ولا النمر دابو هذا بلا شنو هذا فين هو النمر هذا النمر الاخرى اللي عندها اللبؤه اي اي يلا حيد الكرطه حيد الحجر غادي نجي لهنا وغندخل بواحد العبار اللي بغيت 8 6 انا غندير 8 دخلت في العبايه دخلت فاش في العبايه فاش دخلت صافي وغنجي لهنا فين هما لي غونش ها لي غونش ها الحزام غنجي بين الحزام وبين لي غونش بين الحزام بين الحزام وبين الحوض صافي وغندير واحد النقطه غنقول لكم شحال طلعت تقريبا على الحوض طلعت 6 سنتيم هي اللي قلت لكم في الدرس وغندير بحال هكا شوف البنات ها هنا غنمشي ديريكت صافي شحال تقريبا عندكم تقوروا يجيكم صعيب في الخياطه تقريبا واحد 16 سنتيم وغندير ليها بحال هكا مزيان هذه عينك ميزانك تقاتلي معها حتى تقديها ما عندك ديريها بالبيروكي ولا بالبيستولي المهم انا راه ما كنخدمش نهائيا بدوك المسطرات لا راه شتوني كتلاحظوا كاع هادي انا صعيبه وراه خدمتها بلا والو صافي اش غندير غادي نقطع بسم الله اشنو درت طلعت على الحوض 6 دخلت على العبايه بستة فوق الكتف 8 6 المهم شحال هبط 16 هبط ب 16 ديريكت وكنمشي دايره الا ما الا ما كورتيش هادي مزيان ولا الا مشيتي اسمو راه بيجيك الديفو هنايا راه شتو تبارك الله ديك السيده هذيك العبايه ديالها راه درت الدرس مره وحده ما دارتوش كاع على الثوب وتبقاتها وغنقطع مزيان هزي الحجره نجر الثوب ديالنا السبع ها
شتو بيه تبارك الله راه جابت حديقه الحيوانات كاع السبوعه ديال الحديقه جابتهم ليا هنايا فين هي قلت لك اختي 60 سنتي ما قلتلكش جيبي ليا الواحه كامله تخرجي عليها انت يلا عندنا شباب غادي نحط هذا هكا هنا غنحاول باش ما نضيعش ليها الثوب بزاف 60 سنتيم كافياكم صافا البنات 60 سنتيم كافياكم غنحط بحال هكا ها لاحظوا معايا شنو غندير غادي نقطع نفس الكتاف ياك ها صبري غادي نزيد كنزيد 2 سنتيم هنايا كافيه غنحط نفس الكتاف صافي حط لك الحجره حتى يحت الحجره هي هنيت هاكا وغادي نقطع نفس القويره حنتينا معاك بهاد العبايه انت اليوم تخلصين الحمام ثاني ديال الظهر عرقت اش بان لكم اش كندير غاديه هي غاديه مزيان ياك كنقطع بحالو كنقطع بحالو مازال ما زدت حتى حاجه في الخياطه ها دابا فاش غنزيد الخياطه مازال جوج سنتيم ولا ثلاثه جوج بارك عليك جوج سنتيم اللي غادي نزيد يلا غنجي لهنا وغنزيد جوج سنتيم ماشي واحد وغادي تدوري بها الا ما زدتيهاش غادي يجيك مشكل في الخياطه تجي ناقصه غتجي ناقصه ها هي كيبان ليا هاد السبع عندك دريويش ما قادي لك غرض ها زيد ينقش صافي البنات شتو ها غادي نشد هذا وغادي نلوحو ما عندي ما صافي ما بقيتش خدامه به ديري صدر لبنتك ديري والله الا ديري صدر لبنتك هي ديري لها ديري لها السبع كامل وهذا ديري كحل فهمتي ما بصحكش ديري العكس وخرجي انت وياها خرجي انت وياها الزرقاء شكون اللي هبل تخافي عليه شدوكم الفورستيه علاش تعبهم هربانين يلا البنات شوف ها هو شتي كيفاش كيجي كيجي على هذا الشكل مزيان غادي نخيطو ها سهل اجو عاونوني شي وحده بكم تجي تعاوني عطوني فنيته طاري جيبي الفنيته ديالك هادو باش تبقى عاقله فين عندي هنا واحد الدوره غدوري معاها بشويه هي كنتي غير تخيطيها دوري معاها بشويه ما تخافي منها حتى حاجه سمعتي عطوني شي خيطات بالنسبه للدوره البنات راه ما كنكسريش في الماكينه صافي باش ما تخسروش التقويره ديالها سمو ما تكسيروش الماكينه هر برجليك باش ما تخسرش التقويره ديال القطعه راه الا مشيتي تخسرتي ليها المعالم ديالها راه تخسر غير بشويه حاولي انت شوفي هادو اللي درت لك انا دابا هكا بالعرض حاولي دي حلي وحده بوحده وديريهم بالطول ودوزي عليها بالماكينه صافي ما غادي يعذبك ما والو ولا نتوما نيت كاملين ديروا الفنيتات ودوزي عليها بالماكينه ويلا عندك شي زهر ما يدير لك هذا حيت نورمالمون هاد السبع هذا خصو يكون ديال السات انت هو باش ما يشربش لك فهمتي حيت دابا هادي انا مشات نشرب لك صافي غتصغر ماشي غتصغر غادي المهم غتجيك واحد الكيميشه فاسمو جي مضيقه شويه ما غديقش عليك لا ما غديق ما والو ماشي مشات مزيانه ما لا ماشي كنقول لك انا الا الا مشات نشرب ليها السبع الا كان عطشان الا جا العطش وشرب حيت هاد الثوب هذا راه ديال الخيط شي هذا نيلو هذا قطن هذا نيلو هذا قطن هذا ماشي قطن فورات واخا فورات واش شي صحتك يا اختي جات مزيان جا زوين اشنو بقى ليا لكم قالوا ليا البنات حاولوا لصقوا ليها سيري لي لصقي عبيت باش ديال ديالك من الملصقه بقى ليا لكم راه ما تصلوش جوجكم انا كنتصلوها لكم واحد غادي نجي لها الثوب اللي بقى ليا هنايا وغادي نتصل فيه كوميم ديالي
فهاد البلاصه هادي مسدوده عليا الطراشر. هنا ضروري كدار البنده، كدار البنده ديال السبع. اجي قولي لي بغيتي ديري كم سبع ولا بغيتي ديري ولا بغيتي ديري الكحل؟ اش يجي مزيان؟ واه صراحه خلي الكحل. لا 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 هذا انا كيشرب لي كينوه. اه تخافي لا يشرب لك، عطي لا يشرب لك غتحوليه تحيدي هاد السبع ياك، وجيبي شي شي سبع اخر. شي سبع اخر، شي سبع اخر يكون زوين. سمعتي؟ جيبي شي سبع اخر ديال بصح. صافي غادي نهبط لك. ما غاديش يخرج داك جوج قمال. لا راكم واحد، راكم راه عندكم، راكم واحد عندك، راه عندكم العبايه راه فيها كما نسيتي. ارو ليا التركيز، ارو التركيز، ارو التركيز. انا تخيفه عليك دروك يجيك السين كنت فقيت قلبي في الدار والله الا هذه عندها سبع، عندها 27 صافي 27 عندي لها 26 هي نورمال مختي نطلع 13 ماشي مشكله ندير لها درت لها 15 غنقسمها على جوج شحال 26 ندير لها 13 كم عادي. والباندا نديرهم بهذاك الباندا ديرهم بسبع سير عندنا هذاك ماشي سبع النمر ولا سبع ولا المهم المهم شي حاجه كنت اللي فصل لك وباسا كت النبع ولا السبع ولا السبع. اري شحال عندك في دورات الاسبوع؟ شحال عندها؟ 35 هذا ما كيكونش عريض الطول غتكمل بالسبع. شحال عندها؟ عندها 18 عندي لها 19 مال الطول؟ 63 الطول 63 عندي لها داكشي اللي عيطتها هذا يعني غنقص في هذاك. فاش غتنقصي؟ هذاك الكم الاخر. لا شحال تنقصي في الكم الاخر؟ ودي راك كم خليه نمر وكم خليه اسمو بليني انت اليوم 55 لا لا خليه ما تنقصي والو خليه هذاك زوين هكاك خليه واعر اه خليه كحل كمل. شحال قلنا؟ قلنا عندي لك 15 نديرو 15 نديرو 15 اصلا هذا راه كيبي كل لاصق سمعتي هذا الكم هذا كيبي كل لاصق الستيل ديال الكسوه كم ملاصق وكم معرض. انا هذاك الستيل دارت اسمها ما عجبنيش فراس ما لا ما عجبونيش هذوك هنايا في اليدين دارت العبايه كامله زوينه ما عجبونيش انا هذوك اللعيبات ها لا ما عجبنيش لا الموديل دابا تشوفوا هذه من عند خيطك غطلع الموديل كيبغي كيبي بلاصه عريضه ياك بلاصه عريضه وبلاصه كيكون هكا لاصقه من اسمو هكاك الموديل داير. نتوما دابا مني اول مره شفتوها عجبتكم ولكن ملي غتشوفوا تشوفوها في العادي كيفاش كتكون مزيان. اري السبع اري ولا النمر ولا اش داكشي فين دوك لي شوت لي شاطو. صافي هنا نكملوا ليك الباندا شحال عندك في كمك؟ 63 تي جايبه كشه ماشي 60 سنتيمات شويه صاحبتي ديال الثوب هذه ملحفه ياك ولا شريتيها هكا؟ تلقي تلقي ديال الثوب صافي بارك العباء راه مسدود هنايا بغيتي نعبر ليها شحال عندها في الطول؟ 56 56 56 56 64 يلا 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 هذا راه درتو شتيها حليتو ليها شديت ما لا يطيح هاجي غتخدمها مسدوده صافي هادشي صلحيه ما تخليهش هكا وغتخدميه بحال هكذا وغتلصقيه هنايا فيكم هكا خصكم ما يكون هكا مزير صافي هذيك لصقتوها اه لصقتها اروح عليا صافي البنات ها هنا سبع وهنا نفس اللون ديال العبايه وهذا خصو يكون في نفس الزواقه ما تسبعوا السبع راه ماشي ديما خصو يكون هاد الثوب هذا عطا الله الثواب يكون تبي راضي حاولوا كاع نتوما تفاداو بحال هاد الموديل هذا تفاداو عطا الله كاين مثلا الكحل كيكونوا لي ري كيكونوا غريضات كيكونوا زوين بقات زوينين بيتي ما ديريش هذا كتكملي بالثوب ديال العبايه المهم لا كاين لا كاين الخيار سولاتني قالت لي فينا هو الكم الاخر الكم الاخر راه هو ليه ها هالكم شتي هالكم شتي راه لاصق هذا راه كيكون هكذا ها
ها شتي هالكم هالكم الا كاع مثلا جا قصير دير واحد البيضه رقيقه ماشي في الصباع ديريها حله. يلا السلام عليكم.